Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, on va discuter de l'ambre, on va explication. C'est la première fois que j'ai une vidéo de ce genre. En fait, j'ai fait cette vidéo qui fait que tu vois le nom, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo de ce genre. راكم عارفين كي جيت مالاد قلتها في لا فيديو اللي قبل مي غادي نقول لكم شنو بالضبط المرضي اللي كانت عندي حيت فريمون ممكن اي واحد فيكم يطيح في نفس لوكا. تعرفوا لي مو ديالها لي كوز ديالها وكيفاش وسورتو كيفاش تقدروا تبراو منها حيت فريمون هذا هو لو بوين لو بلوز انتريسون. بار لا سويت غادي نديرو لو بيلون ديال اس 1 نهضر معكم شويه ونشوفوا شنو غادي نديروا ان شاء الله في بور الاس 2 بور دوزيام سيمستر. هذه غادي تكون اهم حاجه وفي الاخر غادي نقول ان بتي مو لواحد الناس بالضبط متبعيني واللي كنبغيهم بزاف حتى الاخر نقول لكم شكون هما. دونك نبداو في اول حاجه هي علاش غبرت عليكم فريمون. بعدا جو ميكسكوز سمحوا لي بزاف 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 حيت ما قدرتش نكمل معكم لا سويت ديال لي كور مي ان شاء الله غادي نعوضوا هذا الشيء في الدوزيام سيمستر. كيف قلت لكم جيتي مالاد لا مالاد اللي كانت عندي هما جوج جافي اون اونتريت كرونيك اتروفيك و ان غوفلو غاسترو اوزوفاجيان. نبداو بالغوفلو حيت هو اللي الشرح ديالو سهل. بالنسبه للغوفلو هو كيفاش غادي نشرحو لكم منين كتاكلوا اي حاجه كيف ما بغات تكون اون فوا كتاكلوها كتحسوا بها كترجع وكتحرقكم في حلقكم و فريمون ماشي غير مره مره ديما 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 مور الفطور مور الغدا مور العشاء يعني اشاك مومون كتحسوا بلي غومونتي اسيد كيطلعوا كيحرقوكم في الحلق ديالكم. هذا هو لو غوفلو غاسترو اوزوفاجيان و لا كوز ديالو هي ستريس بالدرجه الاولى باش كيديكلونش باش كديكلونش هاد المرض هادي ستريس فريمون ستريس واحد السبب اللي كيسبب بزاف ديال الامراض سورتو في لو سيستيم ديجيستيف. ستريس كيلعب واحد الدور كبير يعني اذا تفاديتو ستريس غادي تفاداو واحد لو نومبر امبورطون ديال لي مالادي ديجيستيف. بار لا سويت لونتريت كرونيك لي عندي غنشوف اول حاجه شنو هما لي مو ديالها وباش عرفتها اون اونتريت. اول حاجه كيجيكم دي دولور ابدومينال يعني دي دولور بارتو في لابدومين ديالكم بوتيتر تحت الصدر في الجنب اليمين بارفو في الجنب اليسار فريمون كيكونوا دوك لي دولور غير مشتتين. كتكون اوسي بارفو كطلع ليكم سخانه لا فيفر كيكونوا دي نوزي دي فوميسمون مره مره كتردو سي تو. المهم كتكون كيكونوا لي دولور سورتو لي دولور ابدومينال كيكونوا قاصحين شويه. دونك ملي كتمشي عند الطبيب اول مره باش كيدير الدياغنوستيك ديالو كيدير لك الانيكوغرافي باش كيعرف شنو بالضبط اللي كيضرك حيتاش في لا كافيتي ابدومينال كاينين بزاف ديال لي زورغان اللي يقدروا يعطيو نفس الاعراض نفس الحريق. دونك كيدير الانيكوغرافي باش كيشوف واش لا فيزيكول بيليار مزيانه مراره كيشوف ياك ما تكون عندك لابانديسيت المسرانه الزايده كيشوف اوسي البنكريا كيشوف المعده كيشوف المصارن ايتو. دونك كيدير ليكوغرافي باش كيعرف يحصر ديك لا مالادي فين ممكن تكون. دونك من بعد ما درت انا ليكوغرافي جافي بزاف ديال لي غاز في المعده وفي لي زانتيستان سون سافوار لا كوز ديالهم. دونك كانت المعده هي اللي كضرني حيتاش لي زوتر اورغان كانوا كاملين الحمد لله مزيان. دونك اي فوا عرفنا بلي داكشي كاين في المعده عطاتني دي زونتي غاز دي زونتي غاز و انتي اسيديتي لي زونتي اسيديتي كنت كناخذهم ديما عطاتني لونتي غاز على ود لي غاز و لي بالونمون. دونك صافي خديت لي زونتي غاز مي طلبات مني بزاف ديال التحاليل ديال الدم التحاليل ديال لي زونزيم ديجيستيف بحال لي باز باش نعرفوا واش كاين ان بروبليم في بنكريا ولا شي حاجه. دونك درت التحاليل ديالي كاملين والحمد لله كلشي كان مزيان لي زونزيم ديجيستيف كان لو طو ديالهم في الدم مزيان ما كانش عندي بروبليم من هاد الناحيه. صافي خديت لي ميديكامون قالت لي فوالا حتيدو شويه ديال الوقت واذا ما فاتكش الحال رجعي عندي. ابري شي دو جوغ دات عليا الحال ورجعت عندها دونك بلا ما ناخذ بزاف دوك لي ميديكامون الوقت طويل رجعت عندها
il m'a prescrit عاوتاني d'autres médicaments عاوتاني جيت عاوتاني باقي فيا الحريق عاوتاني il m'a prescrit d'autres médicaments المهم راكم عارفين الاطباء ديال المغرب عزيز عليهم لا فارماسي ما كاين غير لي ميديكامون و شوز كي ني با براتيك صراحه حيت في بزاف ديال لي كا لي ميديكامون انت ما عارفش اصلا شنو هي لا مالادي بالضبط دونك شويه صعيبه. بار لا سويت انا قررت انني نمشي عند طبيبه سبيسياليت، ولكن قبل هاد الطبيبه هادي كانت قالت لي ندير واحد التيست ديال الليكوباكتير بيلوري، هي واحد الجرثومه كتكون في المعده وحتى هي يكوز لي ميم دولور، ولكن طلبت مني غير تيست ريسبيراتوار، يعني ماشي تيست ماشي اناليز هيستولوجيك، غير تيست ريسبيراتوار. درتو ما طلعت عندي طلع تيست نيجاتيف، يعني ما عنديش الحمد لله وصافي. ولكن واخا هكاك مشيت عند اون اوتر ميدسان سبيسياليست، ملي مشيت عندها وريتها لي زاناليز اللي درت كاملين، لي ميديكامون اللي خديت كاملين، حيت فريمون خديت لا فارماسي كامله فيما كان شي دواء ديال المعده عطاوه ليا. باغ لا سويت ملي مشيت عند سبيسياليست، كانت صدمة هي انني خصني ندير فيبروسكوبي بلوس بيوبسي. شنو هي فيبروسكوبي؟ فيبروسكوبي هي من دار المعده، واحد فحال تيو فيه كاميرا في الاخر ديالو كيخشيوه لك من الفم للمعده والديبي ديال لي زانتيستان، باش كيقدروا يشوفوا شنو واقع تما، واش كاينين دي ليزيون، واش كاينين دي بوليب، شنو عندك في المعده ديالك. لو بير سي كو درتها sans anesthésie بلا بنج، و سيتي فريمون لا بير اكسبيريونس دو ما في. سور لا فوتو هنايا غادي تشوفوا هذيك هي لاباري ديال الفيبروسكوبي، كيكون ليكرون تما ملي كتخشي كاميرا في المعدة ديالك كتشوف ليكرون. بور لا بيوبسي في وسط هذاك التيو اللي فيه الكاميرا كتبقى تخشي واحد بحال خيوطة في الاخر ديالهم، كاينين دي بتي بانس ملاقط باش كتبقى تقطع دي بتي زيشونتيون من المعدة ومن المسران ومن لوزوفاج، باش دير لهم من بعد لي زاناليز هيستولوجيك. وهادو هما لي زيشونتيون لي خداتهم ليا من المعدة ومن المسران ومن لوزوفاج. دونك درت فيبروسكوبي، ديجا من درت ليا الفيبرو في ليكرون كانت كتشوف بان ليها بلي لا ريجيون ديال البيلوغ، انا غادي نخلي لكم فوتو هنا باش تعرفوا لا ريجيون ديال البيلوغ فين جات في الاخر من ديال المعدة، البلاصة فين غادي يبدا المسران الرقيق، المسران الصغير. هذيك هذاك هو البيلوغ. ديك البلاصه بانت ليها بلي لا ميكوز ديال المعده لا كولور ديالها مبدله، دونك جافي اون اونتريت ان يولسار دو ستوما، حرقه ديال المعده. دونك صافي مشيت دوك لي بريليفمون باش ندير لهم لي زاناليز هيستولوجيك اي تو. لا كوز ديال لونتريت كاينين دو كوز برينسيبال كوز، كاينه سوا ليليكوباكتير بيلوري اللي هي اللي قلت ليها الجرثومه ديال المعده كتسمى الملويه البوابيه، ولا كيقولوا لها حتى الجرثومه حلزونيه. لحقاش ان شاء الله ملي غادي تقراو لا ميكروبيولوجي في الاس 3 غادي تعرفوا، غادي تقراو الشكل ديالها، ديجا غادي تعرفوا الشكل ديالها. لحقاش عندها واحد الشكل اللي سبيرالي، هذيك الشيء علاش كتسمى ليليكوباكتير بيلوري، حيتاش هي علاش كل واحد ليليس بحال اون ليليس. صافي باغ لا سويت ملي درت لي زاناليز هيستولوجيك الحمد لله خرج بلي ما عنديش ليليكوباكتير بيلوري، كان تيست نيجاتيف اوسي. دونك لا دوزيام كوز هي اون كارونس لا فيتامين بي 12، يعني اون انيمي. انا ما كانش عندي لانيمي، دونك حتى شي وحده فيهم ما اون كوز ديال لونتريت، دونك ملي جات هاد لونتريت بار لا سويت عطاتني دي ميديكامون ديال لونتريتنيت ديال لوسير و لي زونتي اسيديتي، هادوك ديما هادوك كناخدوهم ديما. صافي هادشي اللي كان، وعطاتني المغنيسيوم ولا فيتامين بي 6 حيت جافي ان كارونس فيهم. المغنيسيوم ديجا راه هو واحد لونتي ستريس ناتوريل، و الي تري تري انتريسون في لو كور ديالنا، لحقاش هو واحد لو كونزيم، ان كونزيم اللي كيدخل في بزاف ديال لي رياكسيون ميتابوليك في لو كور ديالنا، ومنهم كيدخل حتى في الميتابوليزم ديال الجلوكوز بور لا برودكسيون ديال الانرجي. دونك هو مزيان بزاف، سي ان كومبليمون اليمونتير. عطاتني حتى كاينه ديال المانيزيوم حتى هما خديتهم.
J'ai bah, ce traitement et tout, bah, je suis les douleurs, mais j'ai toujours des douleurs. J'ai toujours des remontées acides. J'ai toujours donc, la cause, comme il y a le stress. Bah, je suis une personne qui est stressée, donc la cause il y a le stress, ou vraiment je me stresse bzef, surtout mais les études ou les examens, les contrôles et tout. Donc le stress, j'ai حاجة اللي خايبة بزاف واللي عندها بزاف ديال العواقب الوخيمة على الصحة ديالكم، سورتو الجهاز الهضمي، لو سيستيم ديجيستيف. دونك خصنا نفهمو بلي جو سي بيان كو كاينين بزاف الناس غيكونوا كيشوفوا دابا لا فيديو وغيكون عندهم نفس لو كا، لحقاش فريمون ماشي بوحدي، فريمون كاينين بزاف ديال الناس عندهم نفس لا مالادي ونفس لا كوز اللي هي لو ستريس. دونك كو سوا في فوتخ في في فوتخ زيتود في معرفت شنو، اسيي انكم ما تبقاوش تستريسوا بزاف وما تبقاوش تفكروا بزاف. حتى الاوفر ثينكين شي حاجه اللي خايبه بزاف، خصنا نفكروا وي ولكن ماشي بواحد الطريقه اللي مبالغ فيها. دونك الواحد شويه شويه وي لي زيتود شي حاجه اللي مهمه، ولكن ما نبقاوش كنفكروا فيهم بزاف لدرجه اننا نهملوا الصحه ديالنا. واي واحد جاوه دي مو دي ستوما ولا شي حاجه ما يقولش لا راني غير كليت شي حاجه وضرتني، فريمون فو كونسلتي ان ميدسان، لحقاش بارفو كيكونوا دي كا لي سون اورجون كيخصكم ضروري تمشيو للطبيب، بحال لو كام ديال لابانديسيت، بحال المسرانه الزايده، فريمون كيكونوا دي كا لي اورجون. فيزيكول بيليير اوسي كيكونوا واقفين على اون اوبيراسيون، دونك ما تهونوش على الصحه ديالكم، حاولوا تجيريو لو ستريس ديالكم حيت هذه هي لا سول سوليوشن، فريمون لا سول سوليوشن. حيت اللهم انك تكون قادر دير لي زاكتيفيتي كوتيديان ديالك، واخا عندك كلكو دولور ولكن انت قادر، فيو كو لونتري اي كرونيك دونك سي شي حاجه اللي غتبقى معاك ديما، ولكن اون فوا كو جير لو ستريس ديالك هذه اول حاجه. وثاني حاجه اون اليمونتاسيون اكيليبري، لحقاش بور لي رومونتي اسيد فو فريمون تنقص من لي روبا كي سون اسيد، بحال لي طوماط لي زورونج لو سيترون، هادشي كامل تنقص منه تيفيتيه كاع بوركوا با. ميم لو شوكولا، لو كافي، لو تي، هادشي كامل كي غير كيزيد يزم الحاله ديالك. دونك من الاحسن تقاد لي روبا ديالك، تقاد لاليمونطاسيون ديالك باش تماشى مع لا مالادي ديالك، كوم سا كتعيش معاها. هادي لا سوليوشن، تو دو فيفغ افيك، ما كايناش شي سوليوشن. دونك تو دو جيري طون ستريس، اكيليبري لي روبا ديالك، تو غارد توجور، تحرك بزاف، دير شويه ديال سبور، تمشى، واخا غير تمشى، دونك المهم تحرك كوم سا باش تو غارد ديك لينيرجي، ما طيحش ليك لينيرجي ديالك. و الا كان زعما ضروري تتعاون بدي كومبليمون اليمونتيغ ماشي مشكل، بحال المغنيزيوم با غراف. دونك هادي كانت هي لا مالادي اون غرو، و فريمون كان داز عليا، الحمد لله داز كلشي على خير. جي بو فاليدي مون سيمستر، كلشي داز مزيان، تقاتلت والحمد لله كانت نتيجه، ربي ما كيخيب حتى شي واحد. دونك بغيت نبارطاجي معكم هاد ليكسبيريونس، و فريمون نهضر على هاد النقطه ديال هاد لا مالادي باسكو لي دو او ستريس. وانا جو سي بيان كو لا ماجوريتي ديال الناس كيتستريساو سورتو مع لي زيتود، مع لي زيكزام اي تو، كيفكروا في لافونيغ وبزاف ديال الحاجات. دونك وي عندنا ان اوبجيكتيف، عندنا ان بوت بغينا نوصلوا ليه، ولكن خصنا نخدموا ليه بالعقل، اللهم نمشيو ليه دقه دقه، ولا نمرضوا صحتنا والناس وما نوصلوش ليه كاع. دونك هادي كانت هي ليدي اللي بغيت نوصل لكم، و جيسبر بيان انكم ديروا بهاد الهضره هادي، تردوا البال صحتكم مزيان حيت هي اللي غدوم لكم باغ لا سويت. علاش قلت غنهضروا؟ قلت غادي نديروا ان بيلون ديال الاس 1. جيسبر بيان تكونوا دوزتوا الاس 1 ديالكم مزيان. جفيليسيت الناس اللي فاليداوه ب اون تري بون نوت، مبروك عليكم، راكم خدمتوا عليها دونك تستحقوها. الناس اللي فاليداوه ب 11 12 13 راه اوسي سي اون بون نوت، دونك ما تقلقوش، ما تقولوش لا وخصني مونسيون كيفاش غندير لي ماستر. دونك باقي قدامكم خمسة مجاو لي سيمستر ديال ليسونس، باقي الوقت فاش تعوضوا، باقي لو اس 2 مثلا تقدروا تجيبوا فيه اون بون نوت، و بار لا سويت غادي تكومبونسيو و تحصلوا على اون نوت لي كبيره، لا نوت اللي باغيينها نتوما.
بالنسبة للناس اللي ما توفقوش انهم يفاليديو لو سيمستر ديالهم، سو ني با دو تو غراف، ماشي مشكل، راه باقي لو سيمستر الثاني تقدروا تخدموا فيه، تعطوا فيه اكثر. راه اصلا نتوما يلاه دابا كتادابتو مع لا في يونيفرسيتير، مع الدراسات الجامعية، دونك ما بقاش فيكم الحال تفكروا كراكم ديجا وراكم فو افونسي، واخا هكاك راكم غادي لقدام. دونك ما تخليوش الاس اي ياثر عليكم، اللي يقول تقولوا لراسكم بلي نتوما راكم فاشلين ولا شي حاجه، وفي الاخر غتصدقوا مأثرين على راسكم في الاس 2 ما غاديش تعطوا فيه مزيان. نو، دابا صافي الصفحه ديال الاس 1 طويناها، سالينا مع الاس 1 وغادي نبداو صفحه جديده اللي هي الصفحه ديال الاس 2، واللي غادي ندخلوا ليها وحنايا موتيفي وعندنا اون انرجي فريمون ديبوردونت وفرحانين ومعولين على اننا غادي نطلقوا لا نوت في الاس 2 ان شاء الله. هذا هو لو ميساج الثاني. حاجة أخرى إن شاء الله في الأس دو غادي نحاول نتبع معكم لو كوغ ديال لا بيولوجي فيجيتال. هذا كان لو موديول اللي كنت كنحماق عليه، فريمون كان عزيز عليا، كنت كنقراه بزاف وبغيت نبارطاجي معكم لو سافوار ديالي في هاد لو موديول باش نبسطو ليكم بزاف ونشرح ليكم بزاف ديال الحاجات فيه. وغدا إن شاء الله غادي نحط اول فيديو في هاد الموديول هذا، باش نوريكم شنو غتقراو فيه، شنو غيكون فيه، نعطيكم ايدي عليه وندير اون بيتيت انتروداكسيون. وهذا جدي عليكم، والله يسر لكم والله يعاونكم. باغ سويت قلت بلي غادي نهضر على واحد الناس وغادي نحييهم بزاف وغادي نقول لهم بلي فريمون كيفرحوني، و جو سوي تري 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 زوغوز لحقاش كيستافدوا من عندي، هما لي الجيريان. فريمون في لي بورسونتاج ديال الناس اللي متبعيني عندي تقريبا 40% ديال الناس سون دي الجيريان. دونك ميرسي بوكو لي الجيريان، بون كوراج، الله يسهل عليكم الله يسر لكم. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا فريمون من هذا الشيء، و جو سوي تري تري اوروز حيتاش كتستافدوا، جو سي بيان كو كتستافدوا. لي ميساج اللي كيوصلوني كيفرحوني بزاف، لي كومونتير اوسي كيشجعوني على انني نزيد نعطي اكثر. دونك ميرسي ليكم بزاف، ميرسي لي ماروكان اوسي و لي زوطخ بيي اللي كيتابعوني بنسبه قليله، حتى هما ميرسي بوكو. والله يوفق الجميع، الله يسهل عليكم كاملين، وان شاء الله يكون خير في السيمستر الثاني. كيف قلت لكم ما تفقدوش الامل، اذا ما جبتوش مزيان في السيمستر الاول راه سوني جامي ترو تاغ، ديما باقي الوقت باش اننا ننجحوا، باش اننا نبداو، وباش اننا نعوضوا داكشي اللي ضيعناه. دونك هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم، وشكرا بزاف حيتاش كيفرحوني لي ميساج ديالكم، كيفرحوني لي كومونتير ديالكم. الناس اللي قدرت نجاوبهم راني جاوبتهم، الناس اللي صيفطوا دي ميساج في لا بيريود اللي كنت فيها مريضه بزاف وما كنقدرش نجاوب على دي ميساج، سمحوا لي بزاف.